الله يرضى عليك يا هشام، يا ريت لك مني يا حبيب القلب. فجر أسود تلون بالدماء مر على مدينة إدلب. عشرات المدنيين ناموا ليلتهم ولم يعلموا أن عددا منهم لن يستيقظ بعد اليوم، فقد باغتهم الموت القادم من البحر والسماء. صواريخ باليستية أطلقتها البوارج الروسية العائمة في البحر المتوسط، وطائرات روسيا والتحالف الدولي كلها اشتركت لتقتل أكثر من 20 مدنيا كحصيلة أولية. طبعا في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم تعرضت مدينة إدلب إلى 10 غارات. حسب ما وردنا من المراصد وشبه مؤكد أن هناك تنسيق كان بين طيران التحالف والطيران الروسي. عشرات الأبنية بمن فيها من أطفال ونساء وشيوخ سويت بالأرض، وحفر كبيرة كانت دليلا على نوعية الصواريخ شديدة الانفجار التي استخدمت لقتل وجرح العشرات من المدنيين. في عائلات وفي أخي أطفال وفي نساء، ومرته وعنده بنات تنتين ومرته حامل تحت ابن حماية. في غير شيعة إلى تحت الأنفاق، في عائلة حلبية يمكن هنيك كمان. القصف تركز على التجمعات السكنية للمدنيين الذين تهدمت منازلهم على رؤوسهم، إذ خلت المناطق المستهدفة في المدينة من أي مقرات عسكرية، ما يعني أن القصف هدفه الإجرام أو تجريب روسيا لأسلحتها على المدنيين السوريين. توزعت الضربات بأغلب مناطق مدينة إدلب جنوبا وغربا وشمالا ووسط المدينة، كله للمناطق المدنية. القصف يأتي في ظل هدنة وقف إطلاق النار الموقعة بين المعارضة والنظام في العاصمة التركية أنقرة، ومن بعده في مفاوضات أسيتانا بضمان تركي روسي إيراني، لتلعب موسكو اليوم دور المجرم والحكم. فما مصير الاتفاق بعد أن نقضه الضامن الروسي بعد حليفه النظام؟